الاسماعيلي بيلعب فيه ده كان بيبقى يوم احتفالي. احنا مش بس بنحب الاسماعيلي، احنا مجانين بالاسماعيلي. اول نادي مصري ياخد بطوله انديه افريقيا. اسماعيلي من افضل 10 انديه في مصر. كاس افريقيا بالنسبه لعموم مصر كانت فرحه كبيره، لان ده اول انتصار ملموس بعد حرب 67. الاسماعيلي كيان باقي مدى الحياه. الفرق اللي فيها كثير من المعاناة وقليل من الانتصارات تصنع دراما كبيرة جدا. الاسماعيلي ده روحنا دمنا. ما بنتكلمش عن بطولات، احنا بنتكلم عن كورة متعة. يوم ما بيلعب الاسماعيلي بيبقى يوم عيد بالنسبة لنا، بنتنفس اسماعيلي. الكورة دي روح اسماعيلية. الدراويش قريبا على الوثائقية.